واحد كان عنده ارض زراعية زرعها قطن، بكل اسف القطن طلع لكن جت الدودة وكلت له الايه القطن. يا ست يا اللي بتتكلمي، الدودة اكلت الايه القطن. السنة اللي بعديها الدودة برضو كلت له القطن. تالت سنة الدودة تالت مرة اكلت له القطن. قالوا بعدين راح رايح لابونا مين المتوحد مصر القديمة، يا ابونا. قالوا نعم يا حبيب. قال له الدودة كلت القطن. قالوا لسه فاكر؟ لسه فاكر تيجي؟ طب ما كلتها السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، لسه فاكر جايني بعد ثلاث سنين؟ قالوا حقك علي يا ابونا. قالوا طيب املأ ازازة مية وهاته. جاب له ازازة مية. بيقول الراجل ده، انا سمعتها من بقه شخصيا، حط الصليب في الازازة، ظهر الصليب كده، وقعد يقول كم مزمور. واخيرا قالوا روح يا ابني عند اناية المية اللي منزل على الارض بتاعتكم، ونقط مية نقطة 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 لغاية ما الازازة ايه تخلص. راح مسك الازازة وعند الاناية اللي بتدخل مية على الارض بتاعتهم، وقعد ينقط مية. خد له ساعتين تلاتة على ما الازازة ايه خلصت. راح له يا ابونا مين انا نقطت. قال له خلاص بكرة حبيبي روح لم المحصول. قال له محصول ايه؟ قال له محصول الدود. دود؟ قال له ايه، خد معاك قفة وروح لم الدود. بيقول الراجل خدت قفة زي ما قال لي ابونا مينا كلامه ما فيهوش يعني الواحد ما يدورش وراه. قال خدت قفة ورحت لقيت انات المية اللي في الزرعة بتاعتنا الدود لمؤاخذة ميت ومرمي على الجنبين. بيقول لميت ست قفف دود، والسنة دي بيقول عوضت لنا الثلاث سنين اللي ايه جابت قطن لا وصف ولا يتوصف. بس فاتني اقول له البابا كرولوس ايه المزامير اللي قالها على المية اللي تموت دود القطن ده. كنا عملنا مشروع قومي لجمهورية مصر العربية للقضاء على الدودة، لكن بكل اسف احنا ما نعرفش سر الرب اللي خائف فيه. والدودة من المودود زي ما بيقولوا الصعايدة، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. بمناسبة النقط والريحة، البابا كرولوس راح يزور بلد اسمها دسوق، مدينة تبع كفر الشيخ. عملوا له صوان وحطوا له كرسي عالي في وسط الصوان كده، وكل الناس بقى كفر الشيخ نصارى ومسلمين وتجار وعمال كله راح يشوف شيخ النصارى البابا كرولوس ده. ففي واحد تاجر مخدرات داخل كده بالجلبية وفارد صدره، وقرب على البابا كرولوس يسلم عليه. البابا كرولوس بالصليب قال له اف اف ارجع يا راجل، انت اف ارجع ارجع ريحتك وحشة. الرجل وقف كده قال انا ريحتي وحشة؟ اما شيخ النصارى ده راجل مش تمام. طلع برا الصوان قال انا هجيب عيلين من عيال الفلطجية وكسر الصوان على اللي ايه. ازاي شيخ النصارى يقول للمعلم فلان ريحته وحشة؟ انا ريحته وحشة يا حاج معلش. يقول له ده انت ريحتك زي الفل. انا ريحته وحشة يا مقدس. يقول له ده انت ريحتك زي العسل. يا الليلة اللي عاد مش معدية دي. المهم يعني ربنا رزقه بدكتور صيدلي راجل كبير، حط ايده على كتفه قال له تعالى بس دي. انت معاك حاجة كده ولا كده في جيبك؟ قال له اه. قال له معاك ايه؟ قال له معايا حتة حشيش كبيرة قوي كده. طيب نظف جيوبك وخش ايه سلم عليه. ندى على واحد من صبيانه طلع الحشيش والمخدرات كلها ونظف جيوبه ودخل. اول ما قرب على البابا كرولوس قال له اهلا يا ابني، اه كده بقت ريحتك ايه حلوة، تعال يا ابني تعال يا ابني. خده كده في حضن البابا كرولوس قال له ريحتك بقت حلوة، روح يا ابني ربنا هيسترها عليك ويعمر بيتك. ربنا هيسترها عليك وايه
ويعمر بيتك. قعد صاحبنا ده حط رجل على رجل لغايه ما الصوان خلص والبابا كرولوس مشي على باب الصوان. ظبط المباحث حط دراعه في دراع صاحبنا ده قال له طلع اللي في جيوبك. قال له ريحتي حلوه. قال له بقول لك طلع اللي في جيوبك. قال له عليا الطلاق بالثلاثه شيخ النصارى. قال لي كده ريحتك بقت ايه حلوه. قال له طب تعالى يقلب فيه اني طلع. قال له مش معود ما لاقيش مع. قال له ادعي الشيخ النصارى. قلب يا عم اهو هدومه اهي قلب. اخلع لك ايه تاني. قلب فيه ما لقاش. قال له بص يا حضرة الضابط. قال له نعم. قال له شيخ النصارى قال لي كلمتين. روح يا ابني ريحتك بقت حلوة وروح يا ابني ربنا يعمر بيتك. قال له خلاص يا عم مع السلامة انت وشيخ النصارى. الرجل قال له حضرة الضابط. قال له نعم. قال له في كلمة اقولها لك قبل ما تمشي. قال له ايه. قال له يحيى شيخ النصارى. مش خدها. والراجل ريحته بقت ايه بقت حلوة. كفاية الريحة دي ولا نقول كمان. طيب حال لما احنا مش هنخلص. طيب واحد من المنوفية والمنوفية دول حبايبنا وناس طيبين ومن عندهم الانباب شوي حبيب مخلصنا الصالح وابو مقار الكبير كله دول من المنوفية وانبس ربامون ابو طرحة وانبس ربامون الاسقف والشهيد. المهم يعني بروشية مليانة قديسين. راجل نصراني على قده لكن في حاجة غريبة. كل اللي يخش بيت الراجل ده يقول لي ايه بيتكم ده فيه ريحة وحشة. غريب قريب يخش يقول البيت ده فيه ريحة ايه وحشة. يكنسه ينظفه يغسله يغسلوا الحيطان يهلسه يمسحوا البلاط البيت ريحته ايه. يعمل ايه. راح للبابا كرولوس قال له سيدنا. قال له ايوه يا ابني بتاع المنوفية في ايه. قال له بيتنا. قال له عارف بيتكم ريحته وحش. حتى هي ريحة بيتنا وصلت مناخيرك يا سيدنا. قال له ايوه يا ابني. طب وبعدين. قال له انزل يا ابني هات ازازة مية من الحنفية اللي في الحوش تحت. الراجل راح استنكح على الفراش جاب له ازازة اباركة فاضية وغسلها تمام وملاها مية وطلع للبابا كرولوس. بابا كرولوس مسك الازازة ونفخ فيها ومعرفش قال ايه. انا معرفش قال ايه. والبابا كرولوس سدله الازازه بالفله بايده. قال له روح يا بيتكم فل وهيبقى ريحته ايه فل. الراجل خد الازازه وروح وقبل ما يتغدى فتح الازازه. ريحه ايه يا اولاد. قالوا يا بابا دي ريحه فل. اللي معدي دخل ايه يا عم فلان انتوا رشين فل ولا ايه. ده بيتكم ريحته ايه ريحته فل. بقى كل يوم يرش شويه كده. خد له شهرين ثلاثة في الازازة وكل اللي رايح يقول لك الشارع اللي ريحته ايه فل. بيت عمك فلان اللي ريحته بقت ايه. خلصت الازازة. خدها فكر ان فكر الحنفية بتاع البطرخانة بتنزل اصنص فل. فراح فتح الازازة بتاع الحوش بتاع البطرخانة ملاها يشمها مفهاش. طلع لسيدنا. سيدنا ضحك قال له يا منوفي واحنا يا ابني فاتحين الشبراويش هنا حنفيات مليانة فل. روح يا ابني خلاص العملية خلصت والريحة الوحشة راحت وبيتكم بقت ريحته ايه فل وهتفضل على طول زي الفل. الشيء الغريب بقى ان الراجل ده بيقولولي بيته من برة جنب الحيطة طلعت فروع خضرة واتضح ان الفروع الخضرة دي زرع الايه. مش البابا كرولوس قالها كلمة فل وزي الفل. وربنا يخلي حياتكم كلها زي الفل. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. نقول عددين ثلاثة عشان العدرة ما تزعل شيء. ها قبل ما نخش على الارض. انا ام العدرة. اقول لكم الحكاية. ام العدرة دي بلد الوقائع بالنسبة لي فرشوط. رحت رنمت التنم دي فرشوط سنة. فجابني واحد صعيدي بعمة كده عند محطة القطر. يا جمص أنس. قلت له ايوه انا ايوه بس انا مش جمص انا جسيس ساعتها يعني. قال لي مش انت جيت عندنا فرشوت مش انت اللي امك العذرة.
قلت له ايوه يا عم، من ام هو مش امك انت؟ قال لي لا انت اللي بتقول انا ام العادرة. قلت يا عم ده انا ام العادرة وام اللي جابوني وام اللي خلفوني وام النصارى كلهم، حد يكرهني يقول انا ام العادرة؟ اقول لكم حاجة تاني فرشوط قبل الوعظة، عشان كده مرة رحت والوعظة كانت حلوة قوي، جيت تاني يوم ما لقيتش 20 نفر قاعدين في الكنيسة. بقول لابونا ابراهيم ايه ابونا في ايه؟ قال يا ابونا معلش هي ظروفك جت كده معانا وربنا يسرها. يا ابونا انا غلطت امبارح، غلطت في نفس فرشوط. قال لي ابدا. قلت حاجه تزعلهم؟ قال لي ابدا. طب الناس ما جوش ليه؟ ده انا متعود اسم الصليب كل حته اروح الاقي الناس كده زحمه وناس واقفه، ايه يا عم اللي حصل؟ قال لي هقول لك بس ما تزعلش. قلت له لا في ايه؟ قال احنا عندنا هنا انابيب البوتجاز الجرار بيجي مره كل شهرين. وبعدين طب انا مالي ومال انابيب البوتجاز؟ قال الناس يقفوا بره بلد ستات ورجاله وبالطابور كل واحد ياخد انبوبه، فالبلد كلها دلوقتي ايه متجمعه بره عشان كل واحد ياخد ايه. مش هسكت انا بخيبتي. وقفت قلت للي قاعدين يا جماعه اشكركم انتوا اللي ضحيتوا بانابيب البوتجاز. وقلت كل واحد قال التاني هي الانابيب جت؟ اتاري دول اللي ايه اللي ما عندهمش خبر فسابوني وايه ومشوا عشان كل واحد يروح ياخد له ايه وصدخ ولا فوت. النهارده هكلمكم عن شوية حاجات عن البابا كيرولوس من نوع غريب شوية. واحد في فرنسا اتعرف على واحدة فرنسوية، فراحت له في يوم ضرب بوز وشها مصفر بتموت. قال لها مالك في ايه؟ شايل ايه في ايه؟ قلت له اسكت مش رحت انا عييت ورحت مستشفى وطلع عندي مرض وحش وهعمل عملية بعد اسبوع هشيل الحنجرة. قال لها انت تؤمني بالمعجزات؟ قلت له طبعا انا كاثوليكية واؤمن بالمعجزات. قال لها طيب انا هديك صورة واحد عندنا في مصر ده بقى زي وابور تسعة زي ما بيقولوا، ما يقفش على محطات ما ولا مرض ولا اي حاجة. فراح مطلع لها من جيبه كده صورة البابا كيرلس وقال لها ايه رأيك في ده؟ قلت له اسمه ايه؟ قال لها ده اسمه البابا كيرلس. اسمه ايه؟ يعمل ايه ده؟ قال لها ده بس انت تطلبيه وتشفعي بيه وده بقى هيحوش السرطان اللي عندك في الحنجرة. هي روحت تفتكر اسم صاحب الصورة ده، راح من دماغها اسمه. لكن بإيمان راح جابت كوباية مية زي دي وحطت صورة بتاعت البابا كيرلس جوه الكوباية ووقفت قالت يا رب اديني بركة الخميني بتاع الاقباط اللي في مصر. ما هي طبعا شطورته لابس اسود ومربي دقنه هي تعرف الخميني، لكن نسيت كلمة ايه كيرلس. وبعدين شربت كوباية المية ونامت، ولما نامت جالها ابو عمة غليظة قال لها ايه اللي بتقوليه ده؟ انا اسمي كيرلس ستة، كيرلس السادس، لكن ايه خميني ده؟ صحيت قالت اه ده يظهر زعي. راحت اما من النوم جابت كوباية مية تاني قالت له معلش يا رب انا غلطت المرة اللي فاتت هو اسمه كيرلس ستة. وراحت مالية وحطت الصورة المبلولة تاني وقعدت تشرب وحطت الصورة يعني اتباشت تحت كل يوم لمدة اسبوع تشرب منها تشرب منها. وراحت دخلت المستشفى عشان تعمل ايه العملية. قالوا طب ناخد عينة اخيرة عشان نخش على الايه على العملية. اخدوا عينة طلعت سليمة، نحلل تاني مفيش ورم، نجيبها فوق نجيبها تحت. ضربت التليفون محفوظ؟ قلت له نعم. قال لها نعم في ايه؟ قالت له كيرلس ستة الخميني بتاعكم 10/10 شال من حنجرتي الايه السرطان. ده شغال مع الخواجات يا جماعة، مش هيشتغل معانا ولا هو يمد البرة يعني. لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في واحدة في مصر لسه جبت اسمها لابونا مش هقول اسمها دلوقتي،
الست دي عملت 13 عملية فتح بطن. طبعا بدأ من الصدر الشمال وامتد بعد عنكم في الامعاء والمرارة، واشتغل عندها السرطان شغل صعب خالص، لدرجة ان دكتور في العمل رقم 13 قال لها: بنتي انت صعبانة عليا، كل شوية نفتح بطنك البعيدة ونقفلها تاني، يا ريت يا بنتي يكون في سوستة ادمية نركبها وساعة ما نعوز نفتح، بدل ما احنا عاملين نفتح ونقفل ونفتح ونقفل، عملية صعب. ليه؟ طب اعمل ايه يا دكتور؟ ادي الله واضح حكمته وانا راضية بنصيبي، لكن عند العملية رقم 14 دراعها بعد عنكم وقف، لان الالياف امتدت لاعصاب الدراع والدكاترة قالوا بتر الدراع وفتح البطن واستئصال نص المعدة. هي طبعا صعب عليها انها يشيلوا دراعها وتبقى كده في شيء من العجز. طب يا دكتور اديني اسبوع بس في استشارة، استشارة صغيرة. قال لها: هتروحي فين يا فلانة؟ قلت له: اديني اسبوع. قالت في بالها: اروح اودع ازور الطحونة بتاع البابا كرولوس مصر القديمة واشوفه يعمل معايا ايه. وراحت مصر القديمة، طلعت بعد عنكم الطحونة الدور الثاني اللي راح منكم وشاف الطحونة صغيرة، طبعا طلعت على ديها ورجليها. لما وصلت فوق على اخر السلم وهي طالعه بتزحف، تعبت وجسمها بدا يرعش عند اخر درجه، فاتكحرتت وقعت، نزلت تغايه تحت قدام الدولاب اللي فيه الاجساد والبطرمان اللي فيه الشعر اللي في الطاحونه. فوهي بتبص كده لقت حاجه خبطتها في دماغها طاخ وترمت في الارض، قعدت تطلع ريم من بقها والناس يقولوا: الحق يا جدع، واحده عليها عفريت، وللحق يا جدع واحده بتموت، هتقولها دكتور. هي كل اللي بتقوله: الله يسامحك يا سيدنا، الخطه بتاعتك جامده قوي. قالوا: اه ده تخاريف الايه؟ تخاريف الموت. بتكلم نفسها: طيب على مهلك يا سيدنا. اي يا سيدنا، البتاع المشرط اللي مضيته ده جه في قلبي. قالوا: لا لا، دي فعلا دي بتخرف وبتموت. ان شاء الله ربنا يدينا عمره وابعت لكم الست دي تعمل لكم زياره في هنا وتشوفوها. المهم يعني بلطف كده فوقوها. ايه الحكايه؟ قلت له: لو سمحتوا ابعدوا عني عشان عايز اشوف البلوزه من جوه. فبعدوا عنها، فتحت لقت البلوزه في صدرها غرقانه دم، مسحت الدم لقت الدم ده مكان جرح عامل صليب، والبابا كيرلس هو اللي خبطها وقال لها: ايه تعبانه ليه؟ خلاص مش هتعمل عمليات تاني، قومي روحي. بس يا بنتي قومي اكرزي للعيانين بالسرطان، قولي لهم ان الهنا اقوى من السرطان، وصلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. العملية عايزة ايه؟ عايزة ايمان. صدقوني الاخت ايلين دي دلوقتي عاملة زي البابور، عمال تسافر البحيرة واسيوط ودمنهور وطنطة، عمال تروح عند العيانين وخاصة بالسرطان وتصلي معاهم، وصدقوني ربنا بيتمجد. الهنا اقوى من اي ضعف واقوى من اي مرض. الهنا رجاء لمن ليس له ايه؟ يعني عيش الايمان يا بلاش نتكلم عليه خالص بقى، لكن صدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. في بنت صغيرة انا كتبت عليها في كتاب من كتب، يعني عندها 3 سنين ونص، اسمها مهرائيل، بتاع صغنونة كده. المهرائيل دي جالها بعد عنكم سرطان في الدم، وما ودتها المستشفى، والمستشفى قالوا لها: ما فيش، ده عايزة نقل دم وتغيير وسفرها برا وجوه. وامها انا ست غلبانة، قالت: يعني هعمل ايه؟ ادي ربنا وادي حكمته. المهم يعني البنت الصغيرة دي
في الليل قلت لها ماما ابونا كان هنا وانت نايمة. قلت لها ابونا مين يا حبيبتي؟ قلت لها ابونا لولوس اللي حط صورته عندنا في البيت. والبنت بدت تعيط، يا ماما هاتيلي الصورة بتاع ابونا لولوس. الام قالت لك البنت هتموت هتموت، راح اجيب لها الصورة. طلعت تجري الام، روحت وهم ناس غلابة، ويظهر ان الصورة كانت ورق يعني مش برواز. جابتها وقالت لها ماما لفيني في الصورة. لفتها في الصورة، صدقوني حسب رواية البنت ورواية الام، البنت قامت من نص الليل تجري وماسكة الصورة عمال تتنطط في المستشفى، ابونا لولوس جه ابونا لولوس جه. اتلموا الناس، ايه الحكاية؟ اتلموا ابونا لولوس جه وعملني بالزيت هنا. الناس يتلموا يبصوا في البنت كده يلقوا قرتها، يمسحوا في قرت البنت قرتها فيها ايه؟ زيت. جم الدكاترة الصبحية قالوا انتوا بس هتخولونا تقولونا معرفش سيدنا مين والبدع بتاعتكم، طب نعمل تحليل. عملوا التحليل والزغاريت اشتغلت في معهد الاورام، لان شيخ النصارى اشتغل مع البنت الصغيرة. واجركم الله على الصورة اللي اتقطعت حتة حتة. ابو مين اللي عاوز ياخد حتة طرف من الصورة بتاعت ابونا لولوس اللي عمل المعجزة مع مهرائيل؟ انا كتبت عن مهرائيل دي ونزلت لها صورة. يعني البت دي بقت كارثة بمحبة البابا كرو. ما شفتوش الا في الحلم، ما شفتوش الا في عمل النعمة. ايه اللي منعك تشوفيه؟ صلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. وصدق وايه؟ ولا بد أن معجزات الشفاء مع البابا كيرلس بأنواع مختلفة. يعني ايه بأنواع مختلفة؟ واحد من بورسعيد بعت جواب للبابا كيرلس وقت ما كان عايش، بيقول له يا سيدنا ابني حرارته مرتفعة 40 وعطناه مضادات حيوية وعملنا له كمادات، وليه 3 ايام الحرارة ما نزلتش، نعمل ايه؟ اعمل معروف، عايزين صلواتك. البابا كيرلس وصلوا الجواب وفتحوا بنفسه وبعت جواب للرجل بتاع بورسعيد، كتب له ايه؟ وصلنا خطابك الساعة 4 بعد ظهر يوم الاربعاء 3 ابريل، ورفعنا صلاة من اجله، وعند وصول خطابنا سيكون ابنك بنعمة المسيح معاف. الجواب طبعا خده 3 ايام على ما وصل. كان الواد ليه يومين بقى ايه؟ بقى كويس. الراجل قاعد يفتكر ابنه بقى كويس امتى. الراجل قاعد حدد كده، قال فعلا الواد حرارته نزلت يوم الاربع الساعة 4 زي ما البابا ايه في الوقت اللي هو البابا ده. يا جماعة كلمته نفاذة، لانه واخد سلطان، لان المسيح قال لهم ايه؟ اذهبوا اعملوا ايه؟ اشفوا مرضى، اخرجوا شياطين. شفاء بجواب؟ بجواب. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. وبيقول ايه كمان؟ صلاة الايمان تعمل ايه؟ تشفي المريض. وان علشان كده الكنيسة فيها سر اسمه سر صلاة المرضى او سر الزيت او الانديل من اجل شفاء الامراض. علشان كده اقول صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ابونا مين المتوحد مش بس بالجواب كان بيعمل معجزات. في يوم وهو في مصر القديمة قاعد في اوضة موجودة لغاية دلوقتي كانت يستقبل فيها المعترفين في الجنب كده، معرفش بعد التعديل ده اللي عملوه المعماري قاعدة ولا لا، لكن كان قاعد والناس زحمة. راحت له بنت من شبرا عندها نزيف دم، فقاعدة تعدل في راسها وتوطي شوية
وتعدل راسها، البت داخل مش قادره تقعد، والزحمه كل ما تيجي تخش واحده تروح جاريه داخله، كل ما تخش جاته بعدين في النهار اللي مش معدي ده. طب ده انا عيانه وعندي نزيف ليا شهرين وانا اتصفيت وبموت، هقعد على ده انا ماشي. قامت عشان تمشي فلقت حاجه مكومه على الدكه اللي قدام بتاع الحريم كده، حاجه سودة كده. بتقول ايه دي؟ انا دي الفراجيه بتاعت ابونا مينا. قالت دي جلبيته يعني؟ طب راحت مسكاها ومسحت وشها وقالت يا بركه ابونا مينا المتوحد، يلا صلواتك تشفيني انا مش قادر اقعد. على ما وصلت البيت لقت نفسها زي الحصان، لقت نفسها الدم اترفع، لقت النزيف انحصر، بقت كويسة، ومفروض القصة خلصت مش خفت ونالت اللي عايزاه، لكن اتجوزت وخلفت بنت. بنتها بعد 20 سنة جالها نزيف زي ما جالها هي ايه زمان، ودوها للدكتور ما جابش معاها نتيجة. قالت لها يا بنتي هقولك ايه، انا كان حصل معايا الدور ده، لكن يا بنتي انا هقولك، انا كنت رحت لابونا مين المتوحد اللي هو البابا كرولز دلوقتي ومعرفتش اقابله وهو امه. هتعرفي تقابليه يا بنتي بعد ما بقى البابا. قالت لها اعمل ايه يا امي، المضطر بيركب الصعب، هروح وانا وايه وانا ونصيبي. خدت بعضها ورحت البطرخانة فين سيدنا في كلود بيه، قالوا ده بيصلي عشية. دخلت حضرة العشية البابا خارج، فضلت تجري وتزق في الناس وجت كده على الشال بتاعه من ورا، حطت ايدها على الشال ومسحت وشها. حد شاف حاجة؟ راح بصلها البابا كرولس كده قال لها يا بت هي امك علمتك الصنعة من 20 سنة ولا ايه؟ ها هو عارف، عارف فرجيته حصل منها ايه؟ لان قوة كانت ايه تخرج منه. عجائب الله في قديسيه. انا مش هتكلم على فرجية البابا كرولس، انا عارف ان في فرجية في انا والفرجية شغالة والبابا كرولس، انا عايز اقول لك بس ان البابا حتى الجلبية بتاعته بتعمل ايه، بتعمل جزات، مرة بالجواب ومرة بالايه. طيب نقول حاجة تاني، اثناء وجود ابونا شنودة اظامينا في مصر القديمة لما كان ماسك الطاحونة، في واحد كده في اطراف مصر القديمة في توه وفي اخر السكة دي كنيسة، كل ما واحد يعدي يلقح كلمتين، واذا لقى شاب عافي يقوم يعمل في توه. راحوا قالوا لابونا شنودة، ابونا شنودة ضحك، ضحك تضحك عليه ابونا، قال يالا، قال ايوه، قال انا عند العصاية اللي كان بيمسكها ابونا مينا المتوحد، تقدر تاخد العصا دي وتروح تخبطه بيها خبطة وتيجي لو خبطته خبطة بعصاية البابا كرولوس. ما في ناس تخاف من الصلاة وناس تخاف من الايه، من العصاة، صح؟ قال له يا ابونا، قال له هاخدها منك، قال له ما تخافش. راح بيقول الراجل ده كان قاعد اول ما شافه قام قال له خلاص يا عم اوعدك الحته دي انا مش جاها تاني ولا هقعد هنا. قال له ما تضربنيش، اعمل معروف العصا دي بتطلع نار، اعمل معروف انا ماشي. يقولوا من غير ما يضربه الراجل ده مشي من الحته دي وما عاد يرجع ليها تاني. السر في الايه؟ في العصاية، في العصاية. اذكر شيء للمتنيح الانبا بموا، نيح الله نفسه في احضان القديسين، عمل حاجة زي كده. كان اشترى ارض في الرزيقات وجي شيخ العرب قال له مش هتاخدها وانت بتاع، فانبا بموا مسك العصاية والارض طرية ونكت العكاز بتاعه، قالوا لو في راجل في حتتكم يجي ناحية الارض، وخد بعض. يقولوا العكاز قعد 3 ايام مفيش راجل عنده جرأة يجي يحوش العكاز ولا حد قرب على ارض الدير، وصدق ولا نكمل بكرة. ها رب الارباب لما يجي تاني على السه. بصوا يا جماعة دي مش طريقة الترانيم دي، عايزين نرنم، يا نرنم من قلبنا يا نلغي فقرة الترانيم دي.
كان في واحد في بلدنا اسمه عم سيد. عم سيد ده كان بيبيع جائز، وكان في ناس غيره بيبيعوا جائز بعربيات كده بجرة احمر. كان كل الناس اللي بيبيعوا جائز يعدوا جائز، نعرف ده عم سيد الوحيد اللي ما كانش ايه، ما كانش ينده. عربيته مكسرة ومزيقة، طول ما هو ماشي عربيته عاملة ايه، مش محتاج حد، احنا بنرنم زي عربية مين؟ عم سيد. ما ينفعش الكلام ده. صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. كنا بنتكلم امبارح عن مريوطيات، يعني حاجات حصلت فين، في دير مريمينة مريوط. ربما ذاكرتي تكون غير دقيقة، اكون قلت حاجة واقولها تاني، فمعلش على سبيل البركة احتملوها في المحبة. واحد عنده عربية فولكس، عارفين يعني عربية فولكس اللي هي العربية الخنفسة دي اللي وشها زي ظهرها مش باينة كده، وعنده بنتين صغيرين اطفال، فقال لمراته تعالي نروح نزور دير مريمينة وناخد بركة مريمينة والبابا كرولوس. خد مراته طبعا، عملوا السندوتشات وترمس الشاي والمية الساقعة وكيس الفاكهة، مستلزمات الايه اليوم، وطلعوا وراحوا زاروا وقعدوا وانبسطوا، وراجعين اخر النهار يعني الغروب حل عليهم. لكن في السكة كده، في نص السكة، لقوا العربية بطلت وقفت بيهم على جنب. اتاري هو افتكر ايه الحكاية، كان عنده خرطوم البنزين مشروخ، لكن نسي ايه يغيره، ففتح لقى الخرطوم اتقطم، والعربية عشان تمشي لازم يتغير خرطوم الايه البنزين. الدنيا ليلت، عمال يشاور للي رايح واللي جاي، محدش بيقف لحد. اعمل ايه، مراته بقى اشتغلت له في الازرق، ادي اللي خدناه يا عم من البابا كرولوس بتاعك ومن مريمينة، البنات هيموتوا ووعدتك مش معدية وحكاية، ويا ريتنا ما كنا جينا، وكان نهار ما طلعت له الشمس، ويوم مش فاضي ويوم مش معدي، وانا كان اللي جابني النهاردة ده، انا حلمانة، ولما احلمي ما تقعش الارض. هو طبعا الراجل كل اللي عمله الدنيا برد، خلع الجاكيتة بتاعته حطها على كتاف بناته الاتنين اللي قاعدين ورا، وقال لهم دفوا بعض، وطلع كده برا العربية. اعمل ايه واروح فين، اخلص من عطة العربية ولا من ام اللي عملت اوق لي جوه دي، انا اعمل ايه يا رب في النهار. بص كده لقى عربية سودة وراحت محطينة ناحيته، وراحت واقفة قدامه، والعربية اللي بترجع لورا. الحمد لله، فرجت فرجت ولا لا. بيبص كده لقى ابونا قاعد ورا ومغطي راسه بشال، قال له معلش يا ابونا السواق. قال له ده مش ابونا، ده كله يا سيدنا. قال له معلش يا سيدنا. قال له انزل يا عزم يا ابني اربط عربيته في عربيتنا. قال له يا سيدنا دي عايزه حبل. قال له يا سيدنا اجيب منين حبل، ده السواق بيسأل. فسيدنا قال له في يا ابني في الشنطة حبل. معلش انا عايز اقول حاجة، اللي يعرف الحبل اللي في الشنطة السواق ولا سيدنا؟ مفروض السواق، لكن ده سيدنا بيقول فيش. نزل عم عزمي فتح شنطة العربية، لقى الحبل المتين، ربط العربيتين في بعض وسحب، والحمد لله. هي تقول له ده هو ده ابونا مين؟ قال لك ده مش ابونا. زي ما تشخط فيه شخط في مراته، ده سيدنا. قلت طيب يا اخويا ما تشخطش، يكونش ده البابا شنودة. قال لها الحقيقة يا بنت الناس الدنيا ليل، انا حتى ما بوستش ايده، انه قال للسواق انزل يا عزمي اربط عربيته في عربيتنا، حتى عزمي ده مش عارف الشنطة فيها حبل ولا ما فيهاش، لكن انا الحمد لله يعني ربنا انقذنا. فضلت العربية ماشية ماشية ماشية، جه عند ميدان الرماية، وعم عزمي ركن بالعربية و
ونزل يفك الحبل. نزل الراجل يقول له يا سيدنا ان كنت رايح البطرخانة خدنا معاك لغاية وسط البلد، احنا كده صحيح احنا بقينا في العمار. قال له يا ابني احنا مش رايحين البطرخانة، احنا جايين لك من مريوط مخصوص عشان مراتك تقص لسانها وتتعلم الادب. جايين لك من مريوط مخصوص. قال يا سيدنا انت مش، قال له انت يا ابني كلامك كتير كده ليه؟ فك عزم العربية. فك العربية ورمى الحبل جوه العربية عم عزمي، والعربية لفت ورجعت. قال له يا سيدنا بقول لك، قال له يا ابني احنا سيدنا البطرخانة من 16 سنة. الراجل مش مصدق نفسه، اجر عربية جرته لغاية وسط البلد، خلاص بقى في العمار. والراجل جه تاني يوم صلح العربية وراح البطرخانة بيسأل مين في الاباء المطارنة السواق اسمه عزمي. قال له مفيش، عزمي ده كان سواق البابا كرولوس ومات. قال له اتاري البابا كرولوس بيستخدم عم عزمي حتى برضه من العالم من عالم التاني، بس صدق ولا بد ان ان تصدق. بنت من مصر الجديدة شياكة واناكة ومركز محترم شغالة في السفارة الامريكية، شعر متر ونص وعينين من منمنمة وحاجة يعني كده، وبقى مصر الجديدة بقى مش لسه. واحد النهاردة بيقول لي ابونا اقول لك حاجة، قلت له ايوه. قال لي مرة واحد صعيدي تصف الحوض خرمه، بطبع عم شكرا شكرا، ما انا صعيدي يا ولدي، هنروح كده نيجي كده. هي برضو هي كده. لكن البنت بتاع مصر الجديدة وصلت 37 سنة شياكة واناقة، لكن كل عريس يشوفها يلف كده يبقى هيموت عليها، يوصل لغاية البيت يحس انها مخبر من المخبرين، يحس ملهاش بخت. وصل عمرها 37 سنة والسكة مقفولة. كنيسة هليوبلس، هليوبلس طبعا مش ام المصريين، نشكر الله نشكر الله يا رب على ام المصريين ربيم. المهم الحكاية اعلنت عن رحلة لدير مريمينا مريوط، 5 اتوبيسات طالعين من مصر الجديدة رايحين مريوط. فالبنت دي امها قالت لها يا بنتي ما تيجي نروح نزور ناخد بركة، ويمكن البابا كيرلس ومريمينا يفكوا العقد بتاعتك. قالت لها يا ماما انا هروح عشانك، لكن انا يعني راضية بنصيبي وخلاص. راحوا ودخلوا الدير، وفي هناك كان الاوضة اللي بيوزعوا فيها الزيت، المكتب اللي بياخد التبرعات ويوزع الزيت، كان فيه ابونا صليب الله ينيح نفسه، كان راجل سكري قوي ابونا صليب، بس كان ايه كده له حركات كده يعني رهباني بقى. دخلت ست كبيرة وبتقول له يا ابونا شايف بنتي الحلوة دي، اللي هي اخت بنتك الحلوة دي، انا راهب، ايه بنتك الحلوة دي؟ قلت له معلش يا ابونا بنتي الامورة دي. قال لها مالها بنتك الامورة؟ قلت له 37 سنة ومفيش حد تقدم لها لغاية دلوقتي، مفيش نصيب. قال يعني عايز ايه؟ عايزين عريس. ابونا الصليب كان له حركات كده ضمينة، فراح فتح الدرج. لا اخر عريس كان في الدرج التاخد. انا ست مالي، انا راهب، انا مالي. قال طب يا ابونا نعمل ايه بس؟ قال لها طب خدي، راح مديه بقول لبنتك تشرب الزيت ده، وان شاء الله ان شاء الله بس تخش عند الرجل ابو عمة كبيرة اللي جوه وتتخانق معاه. فامها قالت لها يا بنتي اعملي معروف، اعملي معروف عشان خاطر ربنا يعني اشرب الزيت. قالت لها يا ماما ان كان الزيت هو ده اللي هيجيب العريس راحت فاتحه البتاعة وشربت الامبولة. قالت لها في امبولة تانية يمكن يجيني اتنين واختار، هاتلو كمان امبولة. قال لها راحت سحبها امها واتسندوا على بعض وراحوا عند المزار بتاع البابا كيرلس، وكل واحد سند دماغه وقعد يطلب من ربنا. بعدين البت حست انها دايخة، وعند باب المزار من بره
راحت مرجعة بعد عنكم ترجيع لونه وزرق كده. اتلموا الناس اللي يقول لها مبروك واللي يقول لها كان معمول لك معرفش ايه واللي يقول لها مش عارف. اتلمت حلقة كبيرة كده وبتوع مصر الجديدة بقى الشياكة والاناقة قعدوا يطبطبوا عليها بقى ولقوا واحد مهتم بيها قوي عمال يطبطب على ايدها ما تخافيش ما تخافيش انت بقيتي كويسة. غسلت وشها وجابولها ازاز السفن اب شربتها وبقت زي القمر مرة تانية. وبعد كده لقيت الفندي ده بيقول لها انتوا ساكنين فين في مصر الجديدة؟ قال لها العملية ايه؟ راحت الست العجوزة كانت ماسكة عصاية تتسند قالت له استنى يا استاذ استنى ما تتكلمش في حاجة. راحت راجع عند المزار خبطت على البابا كرولوس قالت له هو السحر يروح والعريس ثوري يا ريت نجنا لك من 20 سنة كان زمان البيت عيالها دخلوا الايه دخلوا المدرسة. انا عايز اقول البابا كرولوس بشفاعته في حلول كتيرة بس صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. القصة اللي هقولها دي ربما كنت قلتها قبل كده. هم ناس صعيدة لكن استوطنوا في اسكندرية والست دي عندها جوزها راجل صعيدي انا شفته بجلبية كده راجل احترم يعني خلفت عيل والصعيدة بيفرحوا بالولاد قوي حملت بعيل تاني. اول ما ولدت الولد التاني بعد شهرين بالظبط الواد الاولاني مات. قال لها معلش ربنا يبارك لك في الايه في الموجود. بعد الواد التاني حملت بواد تالت وبعد مولدته بشهرين الواد التاني مات. اتوي يا ربي هو انا امنع الخلف عشان كل ما اجيب عيل اللي اكبر منه يموت. فحملت بواد رابع وقربت تولد وعرفت ان البابا كرولوس موجود في دير مرمينة وهم في اسكندرية نص ساعة يبقوا في الدير. خدت بعضها وجوزها وراحوا دير مرمينة وقابلوا سيدنا هناك. يا سيدنا انا خلفت واد وبعد ما ولدته وجبت الواد التاني الاولاني مات جبت التالت التاني مات انا حامل وخايفة لما اولد الواد ده يموت مني اعمل ايه؟ قال لها هاتي يا ست. مسكوا البابا كرولوس قاعد يخبط عليه كده وحط له كده على ايده على راسه قال كان مزمور بطريقه البابا كرولوس الابويه ونفخ في وش الواد وقال لها ما تخافيش يا ست الواد ده مش هيموت خد يا ست. الست تمسك الواد تسحبه الواد مكلبش في هدوم البابا كرولوس مش عاوز ايه يسيبها. قال له ايه بقى ايه بقى مش ينفع كده. خدوا على حجره تاني وقال له خلاص نفخ فيه تاني. قال له خد يا ست. الست تشد الواد الواد مسك في الشال بتاع البابا كرولوس مش عاوز يسيبه. قال له اه انا فهمت ده سيدنا شوف يا ست. قالت له ايوه يا سيدنا. قال له الواد ده هيعيش وهيربي الريش هيعيش وايه وهيربي الريش. قلت يا سيدنا انا عايزه هي يعيش لكن يربي الريش دي انا معرفهاش. المهم لفت الايام وولدت الواد والواد كبر وبقى مهندس والبابا كرولوس اتنيح وبقى مهندس وتتعمل كنيسة على اسم القديس موسى الاسود في سيدي بشر والبابا شنودة يختار المهندس ده عشان يرسمه ايه اسيس في كنيسة اسف كنيسة ماكسيموس ودوماديوس في سيدي بشر ويترسم بابا شنودة يرسمه ويوديه دير مرمينة عشان يحضر الاربعين ايه يوم. لقيت ما رايحين يجيبوا ابونا المهندس ده. امه طبعا كوية الهدوم وجاهزة عشان تروح تجيب ابنها ابونا. يظهر لها البابا كرولوس بالليل. ها يا ست هتيجي تزورينا تاني زي المرة بتاع الزمان. انا مش قلتلك هيعيش ويرب الريش هتروحي تلاقي ابنك المهندس رب الايه رب الريش. فراحت تبوس فيه وتبوس في الريش بتاعه
تقول له يا ابني البابا كرولوس قال انك هتعيش وهتربي ايه الريش، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في كواكب الفردوس خادم الرب يسوس بيادر البرموس بنيوت أبا كيرلوس اختاره عمانوئيل أثار أن يستقين ليكون خادم الإنجيل بنيوت أباك فضل حياة خنوة سلك طريقا قربا أعطاه الله حكمة بنيوت صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونة بنيوت باكر اللوت أرشده عمانوئيل قام بعمل جانين في درع بصموئيل بنيوت باكر اللوت اختارته عناية الله ليكون راعي الروع كان يبكي بمرارة بنيوت باكر اللوت عظيم في جهاده حكيم في إرشاده اختاره الرب إله بنيوت باكر اللوت أشفق على القطيع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع بنيوت باكر اللوت مضطدع بالحقيقة محب الخليقة صديق الملائكة بنيوت باكر اللوت قام وقت الأصحاب في القوة والأمراض ليسبح رب القوات بنيوت باكر اللوت الله اشتم صلواته وبخوره مع أصواته قابلها قدامه بنيوت باكر اللوت السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطى بنيوت باكر اللوت في مدة قصيرة
بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة بنيون فكير اللوت بعجوبة أعدنانا رفعت حبيبنا مريموروس كاروزنا بن يوتا فاكر النور بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحي يا بن يوت فاكر النور في كنيسة الزيتون زهرات الأم الباتون في عهد الراعي الحنون بن يوت فاكر بيده عمل المايرون بين المؤمنين من بعد طول السنين بن يوتا فاكر اللوت دعاته السماء فلبى النداء وراح للآباء بن يوتا فاكر اللوت في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاد بن يوتا فاكر اللوت اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوام أمام الله الديان بن يوتا فاكر اللوت يا أبناء التسبيح أنظموا اليوم مديح لحبيب يسوع المسيح بن يوتا فاكر اللوت تفسير اسمه في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله البابا كيرلس أعنا أجمعين أكسيوس بابا فاكر اللوس بأرشيين